ما في حدا بيضوي مصباح وبيغطيه أو بيحطه تحت التخت، لكن بيحطه بمكان عالي لحتى ينور على اللي بيدخله. ومثل النور اللي بيكشف أسرار الناس المخفية، كلمة الله سبحانه وتعالى بتعمل نفس الشيء من بعد ما تنسمع، وبالنهاية بيظهر بوضوح كيف كل إنسان استجاب لهالكلمة. فإذا انتبهوا وسمعوا الرسالة منيح، لأنه اللي بيقبل كلامه الله سبحانه وتعالى بيزيده فهمه ومعرفة، واللي ما بيتقبل كلامه حتى الفهم القليل اللي عنده الله سبحانه وتعالى رح ياخده منه.